ورايا. Are you ready to order؟ انت بتنفخي ليه يا غزل؟ انت مش عارفه ان النفخ حرام؟ اخر مره تنفخي يا غزل. يلا قولي ورايا، لو ما قلتيش هخليكي تكتبيهم 10 مرات لحد ما تحفظيها. 10 مرات؟ 10 مرات ايه يا ماما؟ على فكره يا ماما انا تعبت يا ماما. تعبتي من ايه يا غزل؟ عشان انا لما اجي من المدرسه الساعه 3 انت بتذاكري لحد الساعه 9 10 لحد ما اجي انام. انت حتى مش بتسيبي لي دقيقه واحده، دقيقه واحده بس العب فيها وامسك التليفون يا ماما. علشان انت كنت الشهر اللي فات لما سبتلك نص ساعة كل يوم تلعبي بيها بالتابلت او تلعبي بيها مع اصحابك عملتي ايه؟ جبتي 49 من 50. وانا بنت ندى ما تنقصي درجة في الامتحان، بنت ندى الاولى في كل حاجة، لا الاولى في مدرستك، الاولى في حياتك، الاولى في كل حاجة. ماما انا زهقت يا ماما. زهقت ليه؟ انت جميلة محترمة تقولي مامتها انا زهقت؟ انا ده اللي انا ربيتك عليه يا ماما. انا عايزة اعمل زي صحابي يا ماما، انا زهقت. صحابك دول مش بيطلعوا من الاوائل، يبقى اصلا ما تقارنيش بيهم خالص، قارني نفسك بواحدة اولى تانية. طب ماما اقول لك على حاجة بقى يا ماما، انا مش قاعدة يا ماما، انا ماشية. في بنت تقول لمامتها انا مش قاعدة وماشية؟ ايوه قاعدة. غزل، غزل رايحة فين يا غزل؟ ماشي يا غزل، ماشي، باباكي لما يجي والله هقول له. ماشي يا غزل، انا تقولي انا زهقت وكمان مش عايزة تذاكري؟ ماشي. فيروز، انت ايه اللي معادك على السلم يا فيروز؟ في ايه؟ ماما بقالها سنة ميتة. ميتة؟ اه. الله يرحمها يا فيروز. بس يا فيروز انا عايزة اقول لك على حاجة يا فيروز، هو انت قاعدة مع مين؟ انا؟ اه انا قاعدة مع بابا ومع مرات بابا. انت قاعدة مع باباكي ومرات باباكي؟ اه. طب بصي يا فيروز انا عايزة اقول لك على حاجة. نعم. هو مثلا باباكي او مرات باباكي بتذاكر لك؟ لا. الله يا محظوظه يا فيروز، ما حدش بيذاكر لك، لكن انا ماما بتذاكر لي. طب فيروز انا جات لي فكره حلوه قوي يا فيروز. ايه هي؟ ايه رايك يا فيروز احنا نبدل؟ نبدل ازاي؟ يعني مثلا يا فيروز باباكي يكون بابايا انا، وكمان مرات باباكي يكون مرات بابايا انا، وانت بقى وانا ماما تكون مامتي. بجد يا غزال؟ بس اقول لك على حاجه، ليوم واحد. ماشي ماشي يا فيروز، باي باي. حاضر اكيد غزل هانم. فيروز ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك يا طنط ندى. مالك يا فيروز، هي غزل زعلتك ولا ايه؟ لا، دي اول سنه ماما تموت فيها. فات سنه على موت مامتك الله يرحمها. حبيبتي يا فيروز عايزه اقول لك ان كل الممهات هنا في العماره كلنا مامتك يا فيروز. انا عارفه. ينفع اطلب منك طلب؟ اتفضلي. غزل النهارده قالت لي ان انت هتكوني مامتي يوم كامل، وهي مرات بابا، وبابا هيبقى هيبقوا بابا ومامتها. او غزل بنتي اللي قالت لك كده الفكره دي؟ اه. ينفع تذاكري لي؟ ماشي يا غزل، ماشي يا حبيبتي، هذاكر لك واعمل لك كل اللي انت عايزاه. مش انت النهارده بنتي؟ اه. انا مامتك بقى. ماشي ماشي يا روزه، تعالي يا حبيبه قلبي اتفضلي. ماشي يا غزل، ماشي. مين؟ ايوه حبيبتي. طنط بصي يا طنط، عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي قولي. انا وفيروز بدلنا. بدلتوا؟ اه. يعني ايه بدلتوا؟ مش فاهمه حاجه. بصي يا طنط، الصراحه انا وفيروز اتفقنا ان احنا هنبدل، يعني انت هتكوني مرات بابا، وبابا فيروز هيكون بابايا انا، ومامتي هتكون مامت فيروز لمدة يوم كامل 24 ساعة. يعني انت هتعيشي معايا 24 ساعة؟ ايوه. بس انا عايزة اقولك على حاجة. اتفضلي قولي. هو انت بتذاكري لفيروز؟ اه بذاكر لفيروز. لا بس انا مش عايزاكي تذاكري. مش عايزة تذاكري؟ اه. خلاص ما تذاكريش يا حبيبتي، اتفضلي بقى. ايه ده بجد عادي؟ ايوه ادخلي ما تذاكريش. ده شكلي هتبسط قوي النهارده. ايوه هتبسطي قوي. تعالي لي. تعرفي يا ماما؟ نعم يا فيروز. ماما الله يرحمها كانت بتذاكر لي شويه، وبتلعب معايا القطه العاميه، بتلعب معايا حاجات كتيره قوي. وكنت بتطلعي الاولى يا فيروز المذاكره مع اللعب؟ ايوه كنت بطلع الاولى على المدرسه. بس هي فكره حلوه قوي يا فيروز، شويه نلعب وشويه نذاكر. انا أيوة. اعمل كده مع بنتي غزل. ماشي. طب انا عايزه
عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي قولي. يعني انت بجد مش هتخليها تذاكر ولا كمان اعمل الواجب؟ ولا هتذاكري ولا تعملي واجب، ولو مش عايزه تروحي المدرسه كمان ما تروحيش. الله يا طن، اقول لك على حاجه، انا كل يوم هاجي اعيش هنا. ماشي حبيبتي، بقول لك بقى، عايزه تتنضفي لي المطبخ وتكنسي الارضيه وتغسلي المواعين وتدخلي على الحمام تسيقي وتكنسي الشقه دي كلها. ايه ده يا طن؟ ايه ده يا فيروز بتعمل كل ده؟ ايوه فيروز بتعمل كل ده كل يوم. كل يوم كمان؟ ايوه خلصي، يلا مش انت عايزه تعيشي معايا 24 ساعه؟ يلا اعملي الشقه دي كلها. بس يا طن فكرت ان انت طيبه يعني. ولا طيبه ولا شرانيه، خلصي واسمعي الكلام وقولي حاضر ونعم. يلا حضرت يا طنط، اعمل كل المطبخ ليه يعني؟ انا جايه اتبسط مش جايه اعمل البيت. قولي لي بقى يا روزا، يعني ايه كوك؟ كوك؟ ايوه كوك بطبخ. برافو عليكي. ينفع اقول لك على حاجه يا ماما؟ قولي يا فيروزة. انا وحشتني قوي ماما، هي ماما هترجع ولا لا؟ يا حبيبه قلبي تعالي يا روزا، تعالي يا قلبي. انا بحبك قوي يا روزا، تعرفي ان انا مامتك هنا في العماره؟ بجد؟ ايوه بجد، يعني على طول لو عايزه تقولي يا ماما قولي لي يا ماما، حابه تيجي تقعدي معايا طول اليوم تعالي اقعدي معايا طول اليوم. ماشي يا ماما. ماشي يا روزا. انت بتحبي مرات بابا يا روزا؟ لا ما بحبهاش، بتفضل تزعقلي كتير. طب مش يمكن انت بتعملي حاجه غلط او حاجه بتضايقها؟ انا ما بعملش حاجات غلط. معلش يا حبيبتي تعالي. ايه روز القمر والعسل ده كله؟ تحبي نلعبه شويه؟ ماشي. ماشي، تحبي تلعبي لعبه ايه؟ القطه العمياء. ماشي. يلا غمض عيني وانت بقى ايه؟ احاول امسكك. ماشي؟ ماشي. فيروز فين؟ فيروز فين؟ فيروز فين؟ فين فين فيروز؟ فين فيروز؟ فين فيروز؟ يا فيروز! يا فيروز انت فين؟ ما سبتك! ما سبتك يا روزا! انت جميلة زي العسل. شكرا يا ماما. ربنا يخليكي ليا يا فيروز. تعالي بقى نكملوا مذاكرة بقى. ماشي. يلا. طب لوك يعني ايه؟ بشوف. برافو عليكي. طب يلا بقى تعالي نقول الجمله دي مع بعض. اوكي. ار يو ريدي؟ يلا يا حبيبتي وريني، يلا سيقيني الحمام ده. يا طنط خلاص بقى يا طنط، انا تعبت بقى يا طنط. بصي بقى، هو انت مفكراني امك هطبطب عليكي واقول لك يلا يا حبيبتي خلصي واسمعي الكلام؟ يلا يا طنط ربنا شويه، يا طنط انت بتزعقيني كده ليه؟ اسمعي الكلام بدل ما اعملي كفته. يلا اهو يا طنطا. يلا خلاص تعملي حل يا طنطا. روح احط العسل. طب طنطي فاتي من الكلام. اتكلمي وخلصي. كلام صغير. انت بتتكلمي كتير قوي، خلصي. طب بصي انا جعانه، ينفع تحضري الفطار؟ جعانه؟ ده انت بارده وما عندكيش دم، خلصي. هي تكيه هنا، خلصي يا بنت. والنبي يا طنطا ما فرقت، انا ما فطرتش. مش هعمل لك حاجه، خلصي ونضفي البيت ده كله. يلا واسمعي الكلام. انا همشي بقى بسرعه واروح عند ماما، انا تعبت قوي النهارده. يعني يا فيروز انت صعبت عليا قوي، هو انت كل يوم بتعملي كده؟ بس انا لازم اروح اقول لماما انا اسفه، وكمان الوهم من غير الام ما يسواش حاجه. اطلع اقول لماما وكمان اخليها تذاكر لي كل يوم عادي. انت يعني ايه؟ باكل. ماشي برافو، استني افتح الباب. ماما دلوقتي؟ ماما مش كان اسلوبك وحش من شويه وزهقت؟ ماما حبيبتي وحشتيني قوي يا ماما. هقول لك على حاجه يا ماما. في ايه؟ انا اسفه يا ماما، انا من غيرك ماما ما كنتش عارفه يا ماما انا عايشه ازاي يا ماما. انا بحبك قوي يا ماما، ربنا يخليكي ليا احلى ماما. وايه اللي غيرك كده يا استاذه غزل؟ انا الصراحه يا ماما انا اسفه، انا بعد كده هقعد اذاكر معاكي يا ماما ومش هضايقك ولا هزعلك. وانا برضو كنت غلطانه في حقك وحقك عليا، مش كل الوقت مذاكره، لازم شويه مذاكره وشويه لا، ما تزعليش مني. ايه ده بجد يا ماما؟ بجد يا غالي. هو انت اللي غيرتي ليه كده يا ماما؟ شايفه البنات الصغيره دي؟ عطتني درس حلو قوي. بجد؟ بجد. بس وحشتيني قوي يا ماما. انت ايه اللي حصل فيكي؟ امي يا امي يا ست الكل، انا من غيرك وقتي ممل، لو عايزين تعرفوا السر بر. بقول لك ايه يا زوزو؟ سي مامتك. بقول لك ايه يا زوزو؟
عارفه نعم. فيروز مالها؟ بعد كده هتعيش معانا اليوم كله. انا هستاذن بابا تقعد معايا اليوم كله. ايه ده بجد يا ماما؟ بجد. ماشي يا ماما، عشان تبقوا اخوات حلوين كده. ماشي، احنا اصلا اخوات. يبقى انا مامتكم حبيبتكم صح؟ صح. وهنذاكروا شويه ونعملوا ايه؟ نلعب شويه. طب تيجي نلعبوا دلوقتي القطه العاميه؟ ماشي. يلا مين اللي هيبقى فيها؟ انا همسك غزل، همسك غزل، همسك فيروز. فين فيروز وغزل؟ فيروز وغزل فين؟ فيروز وغزل فين؟ مين فيروز؟ مين فيروز؟ مين فيروز؟ ازيك يا ماما؟ يلا مين ينزل مكاني بقى، انا مسكتكم انتوا الاثنين. يلا يا فيروزه. ها ها، انا حاسه فيروز. يلا يا فيروز. ايوه ايوه ايوه. طب يلا يا غزل بقى، دورك بقى يا زوزو. ماشي. يلا يا زوزو. يلا يا غزل. يلا يلا يلا. العبنا شويه، نذاكر شويه. يلا.